ما نعيشه الآن من تعصب قبلي، رياضي، مذهبي، سياسي، كل التعصبات، هل هو من الجاهلية الأولى؟ التعصب الموجود حالياً هو فت في عضد بنية الإسلام. يا الله، لأن التعصب الموجود في العالم الإسلامي مش موجود في العالم الغربي، لا في كرة القدم ولا في غيره. في تشجيع للرياضة لكن ما فيش تعصب، ما فيش تعصب اللي احنا بنشوفه. لما بيفوز فريق على فريق تطلع السيارات وبسكروا إشارات السير، هذا مش موجود عند الغرب. حتى الفرق الأصلية، الفرق الأسبانية بيعملوش هيك في بلادهم، ما بيعملوا هيك، ما بيعملوا هيك. هذا لقنا إياه تلقينا حتى يغطي على قضية كبرى، لأنه إحنا عالمنا العربي فيه ميزة، إذا ما أشغلته بشغلك، العالم العربي إذا ما أشغلته بشغلك فكان واجبا أن يشغل حتى ما يشغل العالم. الذهن العربي إذا صفي بيفكر بالقضايا الكبرى، فخليه ورا الرغيف، ورا كبسرة خبزه، ورا فريق الرياضي، ورا حاجته اليومية، لأنه إذا تفرغ مشكلة، إذا تفرغ مشكلة. فصار لازم نصنع له دينا جديدا، ولذلك لاخذ أخي الكريم في تلفزيونات وإعلامنا دين محمد بالقطارة، ودين الرياضة أنهار تجري، تجري قنوات ومدفوعات وتغطية ومش عارف كل هذا لماذا؟ حتى يبقى الذهن العربي مشغولا بقضايا صغيرة وأحجامها عن قضية كبرى. هم يعرفونها ونحن نعرفها.